سراج زكريا استاذ جهاز الهضم والكبد بكليه الطب قصر العيني. كل عام وانتم بخير. احنا ان شاء الله داخلين على ايام مفترجه الصيام وبتكسر الاسئله، يعني في مدار ال 40 سنه اللي فاتوا الاسئله هي وبتتكرر وبتعيد وبتزيد، لكن احنا بنذكر حتى لا ننسى. الصيام حاجه صحيه جميله، يعني سبحان الله لو ما فرضش علينا الصيام كانت تبقى مشكله، يعني نفضل ناكل 12 شهر بالطريقة العشوائية اللي الناس بتاكل بيها. فربنا حكم علينا بهذا الصيام الجميل شهر من كل عام، وسيدنا الرسول كان بيصوم اثنين وخميس، وثبت في الأبحاث الأوروبية الحديثة أن هذا جميل جدا ومفيد للجسم ونشاط الجسم والمحافظة على القوام. يعني عملية خميس وجمعة دي حاجة جميلة جدا، هي مش عملية تقليد بس، لا ده حاجة علمية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مين يصوم ومين ما يصومش؟ المفروض كلنا نصوم، بس مين ما يصومش؟ لو اتكلمنا في الجهاز الهضمي، مين ما يصومش؟ مرضى الكبد، بس مش أي واحد عنده أكل شيء كبد ما يصومش، لا، مرضى الكبد اللي عندهم دوالي في المريء ونزفت، مرضى الكبد اللي عندهم صفرة، مرضى الكبد اللي عندهم استسقاء وورم في الرجلين، مرضى الكبد اللي عندهم بؤرة في الكبد، ده صيامه حرام. إنما مريض الكبد اللي يقول لك عندي فيروس سي، عندي فيروس بي، عندي دهون في الكبد، انزيمات الكبد عالية شوية، كل ده صيام جميل ويعني لابد أن يصوم. مين يفطر كمان في مرضى الجهاز الهضمي؟ مريض المرارة، حصوة المرارة، ده حصوة المرارة لو صام هيجيله كريزة وهيتجنن. ياما شفنا في رمضان حالاته تجيلنا بالليل بقى على 3 و4، تسلية صيام أو تسلية سحور. المرارة بـ 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 بتنشف على الحصوات وتيجي الكريزة والعياذ بالله. مين كمان ما يصومش؟ مريض البنكرياس، التهابات البنكرياس، مريض قرحة الاثنى عشر اللي عمل بنظار وثبتت القرحة، لو صام ممكن ينزف، يبقى حرام. والدين لا يؤدي إلى مهالك، الشرائع السماوية والفروض اللي علينا لا تؤذينا. فتيجي الست تقول لها تبقى بطنها قدامها مية، تقول لك لو النبي ده بالشهر شهر بيجي بالسنة للسنة، ولا يا ستي هذا حرام. وطالما أن الدكتور مسلم فاهم شغله قال لها هذا الكلام يبقى تفطر وتفدي الفدو، بس بقوله فدو او يعني بتطلع اكل يومي من الاكل اللي بيتها بياكله، او الراجل يعني يطلع فطار وسحور اللي هو كان المفروض هيفطره ويتسحره زي اهل بيته. واحسن واحسن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وارجو ان اكون يعني اتكلمت صح، يعني اللي انت بتحبه طلع منه، وهنا بقى انت مش بتتصدق، ده انت بتطلع حاجة بدل الصيام. في ناس بتطلعوا فلوس ودار الافتاء بتقول لنا الفلوس السنة دي كام، في ناس بتطلعوها الشهر على بعض، وكل ده ماشي، الدين يسر وليس عسر. اما مريض القولون في رمضان فالصيام له ضرورة، يعني القولون عصبي، امساك، مش عارف ايه كلام فرد انتفاخات، الصيام هيريحه قوي. انما لو واحد جاله اسهال حاد ونقص بقى في الصوديوم والبوتاسيوم لازم يفطر وياخد محاليل، مفيش هزار في الكلام ده. الدين زي ما قلنا الدين يسر وليس عسر. طبعا لو المريض ده او ده عنده سكر يبقى دخلنا في فيلم تاني. لو المريض ده عنده مشاكل في القلب يبقى الانديكيشن مرتين، ما يصومش مرتين. لو عنده مشاكل في الرئه، ميه على الرئه، ما يصومش، وهكذا. واضح لينا دلوقتي الحاجات المفطره او اللي تخليك لازم تفطر في رمضان. نلخصها تاني عشان ما ننساش: تليف الكبد مع هبوط في الوظائف على هيئه صفره او استسقاء او غيبوبه كبديه، دوالي في المريء ونزفت، قرحة في الاثنى عشر أو في المعدة، حصوات المرارة، التهاب البنكرياس،
وربنا يشفي الجميع، وكل عام وانتم بخير.